أعلن فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد السابق دعمه وتأييده للمستشار بهاء الدين أبو شقة لتولي منصب رئاسته للحزب. وعلمت المصريون أن عددا كبيرا من شيوخ وكبار حزب الوفد سيأدون أبو شقة، أبرزهم الرؤساء الشرفيون للحزب أحمد عودة والمستشار مصطفى الطويل والدكتور محمود السقا وأحمد عز العرب والدكتور محمود أباظة، وأيضا الوزير السابق منير فخري عبد النور.